مساء الخير. أهلين خالي، تفضلي. بس ما أكون عطلتك. لا شو هالحكي، تفضلي. جيت لحتى أشوف إذا في شي جديد عن بنتي نرمين. لهلأ ما قدرنا نلاقي لأي أثر. وين بدها تكون؟ أكيد لساتها بأنقرة، ما هيك؟ طولي بالك علي، أنا رح لاقي لك بنتك ورجع لك ياها لعندك. معلم، في واحد من الشباب اتصل بكمال. طيب قدرتوا تحددوا مكانه؟ ايه معلم، هو هلأ بفيلا بمنطقة كيرساك. منيح، استعدوا. حاضر معلم. هالزلمة رح يوصلنا لبنتك. ان شاء الله يا ابني، ان شاء الله. تفضلي خالي. امشي. روحوا الله يوفقكم، إن شاء الله تقدروا تجيبوها بدون مشاكل. أنتِ مستعدة للعملية رويدا؟ طبعاً. يا علي يا عليك، زعلان مشان رابعة، مفكر إنه هي أمك. جاي على بالي روح هلأ وقل له على الحقيقة إنه ابني وارتاح بقى من هالعذاب. يلا هي أحسن فرصة، روحي قلي له. طارق انت هون؟ نامت زينب؟ ايه ايه نامت. اليوم تعبت كتير. ايه والله معك حق يا ابني. لا اصحك تروحي تقلي له شي؟ شو نسيتي انه البيشوات له انتار عندك؟ يعني والله حميد ما يعرف انه صهره بيكون ابني، اكيد رح يقتله. شبك سناء؟ تعي تعي لشوف، ليش واقفه لحالك؟ إن شاء الله أزمة وبتمر، طول بالك ابني. ما بعرف شو بدي أقلك، الله بيعيننا. إيه، شو بلاقيكي ما تأخرتي هالمرة؟ إيه، خلصتي شغل؟ ايه خلصت، يلا امشي. دكتور امشي، روح معنا، غصون ما عنده معنى. طبعا. شو قلت؟ يلا امشي معنا ابني، بلا ما تنام الليلة بالمشفى. شكرا خالي سناء، بس بدي ضل هون. لا تخافي علي، انا منيح. ايه مثل ما بدك، تصبحوا على خير. وانتم من اهله، الله معكم. امشي طارق، تعال نرتاح. طمنيني، ما في أخبار عن بنتك؟ لسه ما لقوها، عم يدوروا. إن شاء الله بيلاقوها. لازم تديري بالك كتير منيح، يعني بكرة الشرطة رح يعبوا المشفى، بتقربي من رئيس الأركان وبتفجري العبوة بأسرع وقت. بركي ما لحقت، بركي حدا فتشني. شو بصير فيني؟ شو هالحكي، ما بدي اياك تفكري بهالطريقة. هالعملية بدها تنجح، يعني مستحيل حدا يشك فيكي. لازم تفجري حالك، لازم تقتلي.
نسيتي شو عمل فيكي؟ معك حق، ما رح خلي حدا يوقف طريقي. برافو، هيك بدي اياكي. كلنا معك رويدا. شو هاد؟ على شو عم تدور؟ على مسدسك؟ اطمن كمال بيك، ما فيك تهرب. الله وكيلك، انا ما عملت شي. انت بتعرف منيح شو اللي جابني لعندك. وين رضا؟ كم مرة بدي اقول لك انه هالزلمة ما بعرفه؟ خلص، من شان الله تركني. وبعدين معك انت زودتها كتير، هلا بدك تحكي احسن ما قتلك. هي اخر مرة بسألك، رضا وينه؟ شو يعني؟ اذا ما حكيت رح تقتلني؟ شو نسيت انك شرطي؟ مو انا اللي رح اقتلك، انت رح تقتل حالك. انت شو عم تحكي؟ رح فضي هالمسدس براسك، وبعدين بقى حط المسدس بايدك على أساس أنه نحن لما إجينا لعندك لقيناك منتحر. هيك منكتب بالضبط وخلصنا، الشغلة بسيطة. ما هيك صار يا شباب؟ طبعاً معلم. لك أنتوا مو شرطة، ما بيصير تعملوا هالشي. والله نحن عم ننفذ أوامر المعلم، فهمت؟ ليك كمال، أنا رح أعد لثلاثة، يا بتقلي وين رضا يا أما بتموت. واقف شو عم تساوي؟ واحد. لك خلص، مشان الله انا ما بعرفه. اثنين. بعطيك قد ما بدك. وقف وقف، خلص رح اقلك على كل شيء. رضا متخبي بمنطقة سمان، البيت رقم 18. في معه وحدة اسمها رويدة، ما هيك؟ صح. طيب وين بدها تفجر حالها؟ وحياة الله ما بعرف. كمال، الله وكيلك ما بعرف. ليش خايف من مسدس فاضي؟ يلا خدوه. يلا اتحرك، قوم. يلا عمر. يعني واخيرا لقيناها لرويدة. ما بعرف، ان شاء الله نلاقيها هنيك. قربت اجي لعندكم واخيرا. وضع احسن؟ ايه صارت احسن. امبارح المساء قعدت احكي انا وياها. شو قالت لك؟ ليش قتلتها لخالتي؟ لسه بكير لحتى أسأل عن هالشغلة. بالأول لازم أكسب ثقتها. بس يلي لفت نظري إنه طول الحديث كانت عم تقلي إنه أنت بدك تتركها وتروح، وهي خايفة كتير لأنه ما بتقدر تعيش بدونك. مزبوط هالشي يا ابني؟ لا أبداً. أنت لما حتلها قبل بمرة إنه بجوز تتركها وتروح، أو يعني كنتوا عم تتخانقوا مشان هيك شغلة قبل الحادثة؟ الصراحة بآخر فترة أمي وخالتي كانوا كتير يتخانقوا، بس ما بعرف شو هو السبب، وأنا أبداً ما قلت لها أنه بدي أتركها. الظاهر أنه في شيء مهم هي مخبيته. أنا
حسب تحليلي للحالة قدرت أصل النتيجة. والدتك عملت هالشي بس مشانك. مشاني؟ إيه، لأنها كانت خايفة إنك تتركها. بس ما قلت لها هيك شي؟ على الأغلب إنه في شي أمك مخبيته عنك، وخالتك نهال كمان كانت بتعرف بهالموضوع. بيجوز؟ عن قريب رح أقدر أعرف منها كل شي. فيني أحكي مع شوي؟ لا لسه بكير، هلأ طول بالك، يعني بس هاليومين. حاضر، رح أجي بكرة. يعني أنا حاسس إنه في سر كبير بحياة أمك، إن شاء الله رح أقدر أعرف شو هو. يلا بالإذن. أعزائي المشاهدين، في هذه اللحظات تصل السيارة التي تقل رئيس الأركان إلى مستشفى العاصمة. أهلين سيادة اللواء. مرحبا. طولوا بالكم يا جماعة، بعد شوي رح نعمل مؤتمر صحفي وجاوبكم على كل أسئلتكم. هلأ نشوف مؤتمر صحفي لك. يسلموا إيديكم. مرحبا حبيبتي، كيفك؟ شو أخبارك يا بطل؟ تشرفت بمعرفتك. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين، شرفتنا. أهلا وسهلا. تفضل يا جماعة. يلا شباب، يلا شباب. رويدة، وصل وصل، جهزي حالك بسرعة. لك ليك الزبالة المكومة هون. ايه خلينا نلمها. نقلع من هون انت وياه. يلا بسرعة. يلا يلا اصحك تتحرك ولا كلمة. رسولة. يلا ولا لا ترفع صوتك، عم تفهم؟ امشي بسرعة. خدوهن لشمس. يلا
بروحي على قاعة الاجتماعات هو هنيك. الشرطة يا معلم، اجت الشرطة. خليك عندك. حاضر اغا. امشي تحرك. أنا رح فتلهم من ورا ماشي؟ بس دير بالك معلم. لا تخاف. لقوتك. نعم، عملية التنظيم رح تستهدف رئيس الأركان، هو هلأ بمشفى العاصمة. مين أنت؟ لك جاوبني مين أنت؟ رضا سلم حالك، المكان كله محاصر. رضا سلم حالك، لا لا شوف. طيب ليكني جايك. ارمي سلاحك احسن ما اقتل الولد. بعد عنه رضا، هو ما دخله. ارمي سلاحك احسن ما اقتله. طيب ليك، إذا تركت الصبي رح خليك تروح. لك ارمي سلاحك، يلا أحسن ما قتله. من شان الله عم رد عليه. ماشي. هلأ بيقتلني. ماشي مثل ما بدك. رح حط سلاحي على الأرض. اترك الولد، لا تأذي. خلص اتركه. ماشي، هاي سلاحي، اترك الصبي. مركز، في حد عم يسمعني؟ أنا النقيب فؤاد. خير صاير شي؟ اجتني إخبارية إنه التنظيم أحكي عم بسمعك. المتفجرات. ألو، شو صار معك؟ رد علي.
نطلب من الأنسة زينب سورال إنه تتفضل لعنا. قومي. أهلين أنسة زينب، تفضل. تشرفت بمعرفتك. شكرا كتير. أنسة زينب، أنت بتستحقي أكثر من هيك. ألف مبروك. شكرا سيادة اللواء. مبروك. عن جد ما بقدر أوصف لكم شعوري بهاللحظة. فخر كبير إلي إنه السيد رئيس الأركان يجي زورني هون. هاي الجائزة مو بس لإلي، هي لكل شخص وقف معي وساعدني لحتى درس كل أولاد الضيعة. عفوا. أيمن، أيمن، لك هاي نرمين بنتي بنتي. معقول كون مخربة؟ لا متأكدة هذا أيمن.
عمري بنتي. شبك حبيبتي؟ شو ما عرفتيني؟ أمي إن شاء الله بتقبريني. يعني أنتي ما متي؟ لا يا بنتي، هدول جماعة التنظيم كذبوا عليكي. اشتقت لك. طيب أنا شو أعمل هلا؟ أمي ساعديني. لا تخافي يا نور عيوني، أنا رح أنقذك. إيميون عنك، إيميون عنك. يلا أول شو عم تستني؟ أمي يلا أمي نرميها. يلا خلينا نروح من هون بلا ما حدا يشوفك. يلا بنتي يلا يلا امشي امشي. أوامر. والله رفعتي راسي. عفارم عليكي عفارم عليكي. شو هاد؟ ما شاء الله عليكي رفعتي راسي. الله يرضى عليكي يا بنتي. انت بتستاهلي اكثر من هيك زينب، لو تعرفي قديش فرحت لك. شكرا كثير، بس هو كان لازم يعطي هالجائزه لك، يعني انا لولاك ما كنت قدرت اعمل شيء. ألو أهلين دكتور، شوفي. طيب يلا جاي دغري. ابني شو القصة؟ خوفتنا. لازم روح لعند أمي، الدكتور بده يسألني عنا. يلا بالإذن. الله معك. هاي نرمين بنتي. شو كيفك حبيبتي؟ شو بك نرمين؟ أنت منيحة؟ هي علي يا عليكي، أمك تعذبت كتير لحتى لقتك. يلا سنة شو عم تستني؟ خلينا ناخد نرمين لعند النقيب فؤاد. أمي أنا خايفة. شو هالحكي؟ أنا جنبك لا تخافي. غصون البنت تعبانة كتير، خلينا ناخدها على البيت ترتاح لها شوي. إيه ماشي، إذا بتكون منتصل بالنقيب فؤاد يجي لعنا. يلا يلا حبيبتي. ولا مو هي رويدة؟ تاكسي. بعد ما رحت صارت معنا شغلة غريبة، في رسالة وصلت لمريضة تانية، قامت أمك هجمت عليها وصارت تشق لها إياها، يعني هيك بدون أي سبب. شو اللي خلاها تعمل هيك؟ ما بعرف. هلأ نحن رح نعيد نفس الشغلة، بدي إياك أنت تشوف، يعني بركي بتذكرك بشي. سوي اللي اتفقنا عليه. أي حاضر دكتور. تفضلي اجتك هي الرسالة. سنة استني. طارق ما لازم يعرف شو في بهالرسالة. المكتوب بيثبت انه ابني. قلت لك ما لازم يعرف. هاتي هاتي هاتي. لا تشقي. طارق ما لازم يعرف بهالسر. طارق ما لازم يعرف. هاتي هاتي لها. هاتي المكتوب. هاتي تركيني. ما في تقريها. هاتي بدي شقها. سنة يا حقيرة ما رح خليكي ما رح خليكي. لازم طارق ما يعرف. فهمتي؟ طارق ما لازم يعرف بهالسر. لا ما لازم طارق يعرف. ما لازم طارق يعرف. ما لازم طارق يعرف. ما لازم طارق يعرف. طارق ما لازم يعرف. لا طارق ما لازم يعرف بهالشي.
معناها أكيد الخالة سناء بتعرف شو في. ما لازم يعرف طارق أبدا. والله ضعت. ما لازم يعرف طارق. ما لازم يعرف طارق. ما لازم يعرف طارق. هاتيها شو صار لك؟ هاتيها. شايف دكتور طارق؟ عشرة كتير غريبة. شو هالسر اللي ما بدها اياك تعرفي؟ أنا متأكد إنه هاي سناء بتعرف شو القصة. لا ما رح اسمح لكم. طارق ما لازم يعرف. رح أعرف شو هي القصة وبعدين برجع لك. هلأ خالي سناء لازم تحكي لي كل شيء. ما قلت لك رح تلاقيها بالأخير؟ ألف الحمد لله، يعني وأخيرا بنتي رجعت. طلعت طول هالوقت بالمشفى. هاي الله ما ضيع لك تعب، منيح بالأخير لقيتيها. المهم بلا ما نضيع وقت أكتر، خلونا نخبر الشرطة. مزبوط، بلا ما نضيع وقت، يلا نرمين. أمي والله أنا خايفة. شو هالحكي بنتي؟ لا تخافي، طمني حبيبتي، ما حدا رح يأذيكي. نيرمين حبيبتي انتي ما إلك ذنب، هن ضحكوا عليكي، سلمي حالك وقولي لهم هالشي. نقيب فؤاد بصفنا، هالزلم كتير منيح، هلأ منروح لعنده، يعني أكيد حيوقف جنبك. انتي رح تضلي معي؟ ايه طبعاً، ما رح أتركك وحدك بهالمحنة. ما صدقت انت لقيتك. الحمد لله عقل الرحمن رجع لك. هلأ معقول كنتي بدك تفجري حالك بالمستشفى؟ ليش لك بنتي؟ عن جد الله ستر، لو فجرتي حالك كانت صارت مصيبة. هدول الخواني قالوا لها إنه العساكر قتلوني، يخرب بيتهم شو كذابين. طيب كيف خلوكي تصدقي إنه أمك انقتلت؟ هذا زيدان ضحك علي. سمعاني؟ هذا الواطي هيك فهمها. لك ليش لهلا ما في اخبار عن العمليه؟ اتصل بوحيد. هذا الحقير ما عم يرد. مين انت؟ واخيرا حدا منكم اتصل؟ وبعدين ليش العبوه ما انفجرت لهلا ولا؟ اغا العمليه ما تنفذت بسبب رويده. شفته وهي عم تهرب. شو عم تحكي؟ لوين هربت؟ طارق؟ شفتي خالة سناء أو الممرضة غصون؟ الممرضة غصون أخذت إجازة ساعية لأنه بدها تروح البيت ضروري، والأغلب إنه خالة سناء معها. طيب أنا رايح لعندها. شو بدك فيهم؟ هنن بيعرفوا الشي بخصوص أمك؟ في سر خبته أمي عني وخالة سناء أكيد بتعرفه، لازم اليوم شوفها وأحكي معها. لو سمحتي وين الخالة سناء؟ خير صاير شي؟ بدي أحكي معها بشغلة مهمة. سناء لقيت بنت نيرمين. عن جد؟ إيه هلأ راحت توديها لعند النقيب فؤاد، ما صار لهم 5 دقايق، روح من هون أكيد بتلاقيهم. طيب ماشي، شكرا. خالة سناء تعال. أهلي أهلي. خالي سناء ابعدني. خالي سناء اتركوهم. وقفوا. طارق عندهم. طارق اتركوهم. لا لا يا ربي. خالي سناء عم بالله. طارق خالي سناء تاكسي. الحق هداك الفان بسرعة.
عندك.